لو الحكاية فيها إن فيديو. كل عام وحضرتكم جميعا بخير، سواء مسيحيين أو مسلمين. إحنا إخوة، وبلد واحد ووطن واحد وإخوة، ما فيش فرق بين الاثنين. دي أعياد ومواسم نحتفل بها كل سنة. أنت حضرتك بتيجي كل سنة هنا؟ كل سنة هنا في عيد السيدة مريم العذراء السيدة بالسلامين. بتبدأ إزاي بقى تستعد؟ نستعد بيه بالنسبة للطقوس والأعياد والاحتفالات. لما بتيجي هنا بقى بتيجي آخر ليلة ولا بتيجي مثلا قبل الموسم بثلاث أيام أربع أيام خمس أيام؟ إنما الليلة الأخيرة هو الاحتفال بالسيدة مريم العذراء. فرقت إيه السنة دي على السنين اللي عدت في ظل الكورونا؟ اختلاف كبير، اختلاف في الزوار اللي تيجي تزور الكنيسة، اختلافات في الجو نفسه، اختلافات في تعامل الناس مع بعض. السنة دي الأعداد قلت كتير عن كتير. حرص الحرص طبعا يعني السنة دي يعتبر 30%. فيديو.